على أرقام مبيعات عالية وعناوين كتب مثيرة، اختتم الصالون الدولي للكتاب في الجزائر فعالياته. صالون اعتاد أن يستقبل الآلاف يوميا، حافظ هذا العام أيضا على أرقامه القياسية. غاية الأمس تجاوزنا 1,200,000 زائر، هذه والله شبه شهادة الأشقاء العرب وعلى رأسهم رئيس اتحاد الناشئين السعوديين أبو فهد اللي صرح في إحدى القنوات، قالوا له كيف توصلنا في المعارض؟ قال لهم الصالون الدولي بالجزائر بدون منازع.